أمينة ازيك؟ عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. كله حال؟ اهلا بيكي في عالم مرضى السرطان. انبسطي بقى؟ انبسط. ايوه طبعا يا بنتي، ده هو ده وقت انك تتبسطي. هتلاقي الناس كلها بتسأل عليكي كل خمس دقايق وبيجيبولك كل حاجة انتي نفسك فيها، اطلبي بقى زي ما انتي عايزة، ومستحيل تلاقي حد يقولك كلمة تزعلك. فكرة. بس انا متخيلة ان موضوع العزلة ده سخيف شوية، صح؟ هو احنا جايين نهديها ولا نخوفها؟ صح عندك حق. طيب نعدي على منال شويه بقى. ما حصلك؟ طيب امينه معاكي نمرتي، لو احتجتي اي حاجه في اي وقت بليز كلميني. في ثانيه واحده هتلاقيها عندك. حصلك. باي باي حبيبتي. اوكي باي. ميرسي يا هبه. لا ايه امينه. ايه؟ خوف، توتر، قلق، التلاتة. طيب أكتر واحدة فيهم؟ توتر. أنا مش بحب أبقى مش عارف، وأنا دلوقتي مش عارف، أنا مش عارفة الوجع ده عامل إزاي ولا هستحمله ولا لأ، مش عارفة أقعد هنا إزاي شهر، أنا زهقت من دلوقتي. بس ده كويس. كويس. واضح انك عايزه تبقي احسن. ما هو مش كفايه ابقى عايزه، مهم اعرف. امينه مفيش حد ما يعرفش يعيش. الكانسر ممكن يقلل الفتره اللي هنعيشها، ممكن يخليكي مخستعه حبتين، بس قرار انك تعيشي ده قرارك انت. اتنين؟ اتنين ايه؟ سيجارتين؟ عشان لما تتوتري تنفخي شوية؟ لا شكرا انا مش بدخن. طيب لما تتوتري بتعملي ايه؟ لما بتوتر بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ لما كنت صغيرة كنت باكل لبان لما بتوتر. بس ماما قعدت تزعقلي وتقولي مفيش بنت محترمة بتطرقع اللبان، فاضطريت أعود نفسي إني أبطل. طرقعة؟ توتر. هاي يا أختي. هاي سليم. سليم ورم في الدماغ. أنا لازم أصور فيديو فيها رياكشن الناس قبل ما أقول لهم. أنت شرير جدا على فكرة. عارف، أنا هروح أشوف منال دلوقتي، هي جنبك لازم تتعرف عليها. حاضر لما أقدر إن شاء الله. ماشي أنا هروح أشوفها دلوقتي. يلا أسيبكم حلوين. باي باي يا سليم. باي باي. باي باي. ميرسي.